إدارة الأزمة من قبل النادي الأهلي بهذا البيان المهم جدا. شفنا تعليق السفارة السودانية في القاهرة وعلى لسان السيد السفير خالد الشيخ القائم بالأعمال، فنشوف كمان السفارة المصرية في الخرطوم معالي السفير حسام عيسى. مساء الخير يا معالي السفير. أهلا يا فندم، أهلا أستاذ إبراهيم، وأهلا باشمهندس عادل القيعي، وألف مبروك للنادي الأهلي، ليس فقط التأهل ولكن المظهر المشرف والإحساس بالمسؤولية والصورة الطيبة اللي قدمتها بعثة النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب في الخرطوم طوال فترة استقصائهم، وليس ذلك فقط ولكن يعني اكتمل ذلك في البيان الرائع اللي طلع النهارده من مجلس إدارة النادي الأهلي ليثبت أن الإحساس بالمسؤولية وبعد النظر والوطنية هي من صفات هذا النادي وهي الدروس اللي الكل بيتعلمها في هذه الفترة وفي هذا الحدث المهم اللي شمل النادي الأهلي وشمل الكرة المصرية والكرة السودانية. تسمح لي في البداية أنا عادل القيعي معالي السفير إن أنا أولاً أشكر حضرتك وطاقم السفارة والدبلوماسية المصرية على الجهد المبذول والحكمة التي تم إدارة بها هذه المباراة. وحتى انتهت إلى ما انتهت إليه وحقق الأهلي أهدافه وعاد سالما. باش مهندس ده شرف كبير وسام على صدرنا، لأن النادي الأهلي هو رمز وأحد المؤسسات الرئيسية الصروح الكبيرة، ليست فقط الصروح الرياضية ولكن بالنسبة للمجتمع المصري كله. احنا تشرفنا بيكم وانتم باخلاقكم وبانضباطكم وبمستواكم الفني اللي عدتوا دور مهم جدا، ليس فقط دور رياضي ولكن دور دبلوماسي في دعم العلاقات بين الدولتين. كنتم نموذج لقوه مصر الناعمه، وكنتم ايضا نموذج لكل ما هو جيد وجميل وكل ما هو ناجح، ويعني كلنا فخورون بكم، وكان ليه تاثير كبير جدا ليس فقط التاثير على المستوى الرياضي ولكن على المستوى الاعلامي والراي العام وعلاقات الدولتين. مكتمل بالبيان الرائع اللي طلع النهارده من اداره النادي الاهلي اللي يثبت الكبير كبير واللي بيثبت زي ما قلت لحضرتك مجموعه من الحقائق والصفات. اولها الوطنيه، ثانيا الانتماء القومي للدول العربيه الشقيقه والدول الاخويه التي بيننا وبينها تاريخ وحاضر ومستقبل. ثالثا شايف الاحساس بالمسؤوليه ايضا واضح في هذا البيان. رابعا اخلاق الكبار. خامسا بعد النظر. سادسا الاعتراف بالحق بالنسبه لما فعلته الشرطه والجيش السوداني في حمايه بعثه النادي الاهلي وجماهيره. هذا الاحساس بالمسؤوليه اللي انا لمسته سفير مصر ولمسته السفاره ولمسه كل من اتصل بالبعثه خلال هذه الفتره القصيره عمرا ولكن الكبيره المليئه بالدروس والصفات المميزه والتاثير الرائع على الراي العام السوداني. يعني انا عرفت فعلا ان حب الفياض والمشاعر الجياشه والشعبيه الجارفه لا تاتي من فراغ، والانتصارات لا تاتي من فراغ. الانتصارات دائما بتاتي من منظومه اخلاقيه ومنظومه رياضيه قبل كمان المنظومه الفنيه. وبيمثل كل فريق من الاهلي والبعثه المميزه اللي كانت موجوده، ويمثل ده اولا واخيرا الكابتن محمود الخطيب اللي حدث ولا حرج عن اخلاقه خلال هذا اللقاء واحساسه بالمسؤوليه وقراراته اللي خدها في هذا اللقاء وهذه الزياره واللي اكتملت بهذا البيان الرائع. يعني اخلاق عاليه على مستوى التعامل مع كافه المشجعين المصريين والسودانيين، ايضا انضباط كامل سواء في المواعيد او في اللبس او في الجدول والبرنامج. مفيش طلب رفض طلب لاي مشجع سوداني او مصري انه يتصور معاهم حتى وهم راجعين من المباراه وبذلين جهد ضغط. احساس بالمسؤوليه زي ما قلت لحضرتك الكابتن محمود الخطيب وانا اتفقنا على لا عدم مغادره الاستاد الا لما يغادر اخر فرد من جمهور المصري وتحت حراسه واستجاب الاشقاء في الشرطه والجيش السوداني في هذا السبب وخرجوا قبلنا وكنا اخر من غادر. ويعني الكثير والكثير من الوقائع التي تثبت ان الانتصارات لا تاتي بالفن، والرصيد من الحب والاحترام انما هو
له أسبابه، وإنه مفيش حاجة بتأتي بدون جهد وعرف ومنظومة إدارية وأخلاقية كبيرة جدا دائما. يعني أنا استمعت، هدي حضرتك مثال، كان أنا تشرفت في البيت عندي بدعوة الكابتن محمود الخطيب في غداء على شرفه، وكان موجود مجموعة من الرياضة أبطال الرياضة السودانية، منهم طبعا الكابتن علي جزارير حضرتك عارفه كويس طبعا، أحد رموز القيادة السودانية وأحد رموز الرياضة السودانية، هو يعني رياضي كبير وهداف الفريق السوداني في السبعينات. يعني مدى بناسة الخلق والمعاملة بين الكبار وبين الأساطير بتمثل النموذج لنا جميعا. أول ما الكابتن محمود الخطيب شافه قام وقال ده كابتن، يعني لمحت يعني التعصب في عيون الكابتن علي جلارين وقال له ازاي انا بكابتنك وانت افضل من لاعبه الكوره في افريقيا. هو استمر الحوار على مدى ساعتين مليء بالذكريات والخبرات والدروس والادب والحماسه. هذا هو حوار الكبار، وهذا هو رئيس النادي الاهلي، وهذا هو منظومه النادي الاهلي اللي تركتنا جميعا مرفوع الراس بعد اداء مميز سواء فنيا او اخلاقيا او اداريا. واكتمل بهذا البيان اللي انا بقول انه بيعكس الاصاله المصريه التي يمثلها النادي الاهلي والتي يمثلها المجتمع المصري، وبتعكس العلاقه التاريخيه العظيمه بين شعبين شقيقين لن تؤثر فيها على الاطلاق بعد القله المتسلطه. واشهد ان اداره نادي الهلال والمسؤولين السودانيين كانوا على مستوى المسؤوليه تماما واستجابوا لكل الطلبات، وكانوا في منتهى الاحترام لهذا النادي العريق النادي الاهلي ورئيسه والبعثه الرائعه التي قدمت زي ما قلت لحضرتك نموذج. صحيح. معالي السفير، بيان الاهلي ثمن كثيرا جهود الشرطه والقوات المسلحه السودانيه في تامين البعثه. شفت هذا الدور ازاي حضرتك من واقع الاحداث؟ ده كلام حقيقي. الشرطه والجيش السوداني لم تتوانى عن الاستجابه لكل طلبات في طاره لما اجتمعنا معاهم، وكان هناك تامين كامل سواء لبعثه النادي الاهلي منذ وصولها وحتى سفرها بسلامه الله وخلال كل تنقلاتها، سواء للاستاذ التدريب او من المطار للفندق او خلال توجههم الى المباراه او اثناء المباراه او بعد كده العوده للفندق او غيره. كان هناك تامين كامل، وسقطت اصابات من بعض رجال الشرطه عندما كانوا معالي السفير. تاني معالي السفير. ايوه يا فندم، فكنا بنتكلم على هذا البيان الذي يحط الحق وان الحقيقه للراي العام، وبيتكلم بكل صراحه وبمسؤوليه ومعرفه كامله بالعلاقه المصريه السودانيه وبعداله كامله، يعطي كل يعني طرف ما له وما عليه. انا اشكركم على هذا الاستاذ المسؤولي، اشكركم على هذه المنظومه الرائعه، اشكركم ايضا على الصوره المشرفه اللي ظهرتوا بيها منذ وصولكم وحتى سفركم. ويعني زي ما بقول دائما، النصر لا ياتي من فراغ، والنجاح يتطلب الجهد والعرق، يتطلب منظومه كبيره. ايضا الشعبيه الجريفه والرصيد الكبير من الحب والاحترام له اسبابه وله ما يبرره. وان كان ليا طلب بس عند الكابتن محمود الخطيب وانا قلته له، اتفضل يا ريت حضرته يتكرم على الجمهور والراي العام بالظهور ولو مره في الشهر في قناه النادي الاهلي عشان يتكلم عن خبراته وتجاربه وخططه للنادي الاهلي، لانه نموذج محترم. اتمنى انه هذا الظهور ده مطلب سعادتك، ده سعادتك مطلب من اهلاوي كبير. طبعا يا فندم، يعني دروس كبيره، لانه هذه النماذج المحترمه واللي انا شفته بنفسي. والله احنا ده مطلب احنا طلبناه منه يا فندم. يعني هذه هي قوه مصر الناعمه. صحيح. محتاج ان نسطر هذه النماذج للاشبال والاجيال الجديده. صحيح. على مستوى الاداره. صحيح. على مستوى التدريب او على مستوى الكوره، احنا بنشوف لعيبه كبيره موهوبين، ولكن للاسف ما بيساهموش بما يعني تستحق موهبتهم نتيجه ل يعني مشكله اخلاقيه او شخصيه، ونتيجه لانه ما سمعش هذا الكلام، ونتيجه لانه ما يتصدره حاليا الوسط الرياضي السجالات غير يعني غير ذات الموضوع والصوت العالي. انما مثل هذه النماذج المشرفه زي الكابتن محمود الخطيب ودكتور كمال درويش والكابتن علي ابو جريشه، لابد ان يكون في نوع من التركيز عليهم وعلى طريقه ادارتهم واسلوب حياتهم
والخبرات اللي انا استمعت منها الكثير خلال هذه الزياره عشان تنقل الى الاجيال الجديده وتكون بمثابه القدوه والمثل للمواهب الرياضيه اللي كلنا نتمنى ان يكون لمصر ومستقبل مصر على يديها الخير. ويا ريت ينقل هذا الطلب، انا نقلته شخصيا، ويا ريت ان ينفذ باعتباري احد مشجعي الاهلي. تمام. يا رب يسمع كلامك يا فندم. حضرتك لمست اي رد فعل من الجانب السوداني الشقيق على هذا البيان النهارده ولا لسه؟ هو طبعا انا اتوقع انه انا جالي بعض التعليقات في رسائل الصحفيين كلهم بيشيدوا بهذا البيان وكلهم بيتكلموا على ان مصر هي الاخت الكبرى وان ده يعني ما هو كان يتوقعوه من النادي الاهلي ومن كافه المؤسسات المصريه. انا مش عايز اقول لك هذا البيان يعني بيؤدي الى تاثير ايجابي جدا على شغلنا احنا كدبلوماسيين هنا بالظبط، على العلاقات المصريه السودانيه، على المصالح المصريه في السودان، وعلى الراي العام في السودان الشقيق. يعني انتم بتساعدوا المؤسسات المصريه سواء في السياسه الخارجيه او غيرها في هذا البلد الاهم بالنسبه لمصر استراتيجيا والاهم بالنسبه على كل المستويات بهذه المواقف المسؤوله التي يعني تصب اولا في المصلحه المصريه قبل ان تصب في مصلحه النادي وقبل ان تصب في مصالح اخرى، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا عارفينه. نشكرك يا فندم جدا ونثمن كل الجهود اللي بذلتها سعادتك وطاقم السفاره، وباذن الله نلتقي على خير باستمرار.